توقعات برج العذراء ليوم الأربعاء الموافق 25/10/2023. اليوم مش بيساعدك علشان تمارس نشاط قوي، على العكس ممكن تحس بتعب وخمول يعتبروا خفيفين من نوعهم. برجك مش بينصحك بأنك تقضي الوقت والطاقة في أنك تنفذ خطط وطموحات، ادي نفسك فترة فيها راحة أكتر، ما تخططش لأي حاجة ممكن تبقى مهمة في يومك ده. هترتبط فترتك بتجديد للجسم خاصة لي بتساعدك عشان تخلص من كل الفوائد اللي عندك. ما تفرطش في الأكل النهاردة ولا تكتر من شرب السوائل، بالنسبة ليك هتبقى معرض للغيرة بشكل كبير، هيبقى في كتير من الأسباب اللي فيها تجارب مع قمر برج الحوت هيخلق معاك شك، والشك مش هتتكلم بيه عن مشاعرك ومش هتعلق أهميتك على القيل والقال والشائعات. ما تخافش من انك تتحمل التزامات إضافية، الفلوس النهاردة هتبقى في صفك، هتعيش بكامل قوتك وهتظهر اهتمامك بكل الحاجات اللي بتعتبر جديدة وتتعامل معاها بسهولة، خاصة مع المهام اللي فيها تعقيدات. ما تكونش كسول في اليوم ده.